أعزائي الطلبة، الآن نأخذ الحالة الثانية من حالات انتقال الحرارة، وهي steady heat conduction in cylinders، انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الأسطوانات. الأسطوانة إذا كان عندنا أسطوانة طويلة، من نقول long cylinder معناه أنه حتى يصير انتقال الحرارة فقط خلال النصف القطر، وتكون مجوفة لنصف القطر للجدار الداخلي هو R1، نصف القطر للجدار الخارجي هي R2. ونضمن انه اسطوانة طويلة، فراح يكون انتقال الحرارة باتجاه واحد وباتجاه القطري او نصف قطري. فهنا عندنا جدار درجة حرارته الداخلية T1، درجة حرارته الخارجية T2، الثيرمال كوندكتيفيتي للاسطوانة لجدار الاسطوانة هو الكي. نقدر نطبق هنا عليها قانون فوريير للتوصيل، فنقدر قانون كيو كوندكشن يساوي لنا ماينس كي اي دي تي الى دي اكس، نفس اللي قلناه بالجدار البلان وول. عندنا المساحة هنا مالت الاسطوانة هي 2 باي R 2 باي R المحيط في طول الأسطوانة L. طول الأسطوانة هو L. في نفس الطريقة حتى نوجد قيمة المقاومات، راح نكامل المعادلة مال فورير K اللي Q مال كوندكشن على A في الدي ار ماينس من T إلى T2 للكي دي تي. راح نعوض عن ال A بالمساحة مالت المساحة العمودية عن انتقال الحرارة اللي هي 2 باي R في ال L مال الأسطوانة، عوضناها. الآن راح نكامل الطرفين 2 باي و L والكيو ثابت تطلع خارج، راح يصير عندنا دي ار الى ار تكاملها لين ار، من R1 الى R2 فراح يصير لين R2 الى R1. كي ثابت على الطرف الثاني، راح نكامل نسبة الى درجات الحرارة، فراح يصير من T1 الى T2. اذا T1 ماينس T2، الاشارة السالبة راحت لانه صارت T2 T1 ماينس T2، هي كانت بالأساس T2 ماينس T1 والإشارة السالبة، فقدمنا T1 على T2 فالإشارة السالبة هنا راحت. أجي الآن راح نرتب هاي العلاقة حتى نطلع الكيو مال السلندر راح تنتقل خلال الأسطوانة بالتوصيل 2 باي ال كي فرق درجات الحرارة عالين R2 إلى R1. احنا ايش عندنا من اول؟ كنا نقول قلنا الكيو هي فرق درجات الحرارة الكلية على المقاومة. خلينا نشوف المقاومة هنا شنو بالنسبة للاسطوانة. عبارة راح تصير لين R2 الى R1 على 2 باي L في الكي. هاي هي قيمة قيمة المقاومة بالنسبة للاسطوانة. هناك كانت عندنا دلتا اكس كي في الاي، هنا صار عندنا هاي قيمة المقاومة لين R2 الى R1 2 باي ال كي اللي هي لين اوتر ريدياس الى الانر ريدياس في 2 باي في اللينث مالت طول الاسطوانة في الثيرمال كوندكتيفيتي. اذا شباب راح نشوف احنا كون يجب ان نعرف مقاومة انتقال الحرارة بالحمل قيمتها 1 على الاش في الاي، انتقال الحرارة بالراديشن الاش راديشن قيمتها كون نعرفها، انتقال الحرارة بالتوصيل بالنسبة للجدار المستوي، والان قيمة انتقال الحرارة بالتوصيل بالنسبة اذا كان عندنا اسطوانة. شلون نمثلها؟ هاي نمثلها
إذا كان عندنا أسطوانة مجوفة بها انتقال حرارة فلويد يمشي بداخل الأسطوانة مثل بايب، إذا كان عندنا أنبوب داخله يمشي مثلا المي، وسمك الجدار عندنا، وعندنا معرض الجدار الخارجي مال الأسطوانة إلى الهواء أو إلى أي فلويد آخر. فحتى نمثلها بالمقاومات، راح تصير المقاومة الأولى هي انتقال الحرارة بالحمل من الفلويد الأول إلى سطح الأسطوانة الداخلي. نفس الحرارة هاي راح تنتقل خلال الجدار بالتوصيل، ثم من الجدار الخارجي بالحمل لوين؟ إلى الفلويد الثاني، إلى على فرض أن T infinity 1 أعلى من T infinity 2، فراح يصير انتقال حرارة من درجة حرارة عالية إلى درجة حرارة أقل. ذن المقاومات مربوطة على التوالي، إذن R total هي عبارة عن مجموعة R convection 1 R conduction خلال جدار الأسطوانة و R convection 2، وبالتالي Q conduction خلال الأسطوانة هي عبارة عن delta T overall بين الفلويد الأول والفلويد الثاني على R total، والR total قلنا هي عبارة عن قيمة الR خلال convection الأول فلويد الأول للجدار الداخلي خلال جدار الأسطوانة وخلال من الجدار الخارجي إلى الفلويد الثاني. نعبر عن عندنا مقاومات convection الأول واحد على A، هاي الـ A في الـ H1 أي مالت الأسطوانة 2 by R1 في الـ L، قيمة انتقال الحرارة أو قيمة المقاومة خلال الجدار، راح يلاقي مقاومة خلال الجدار قيمتها من R2 إلى R1 في 2 by K في الـ L، ثم انتقال الحرارة بالحمل للفلويد الثاني هاي قيمة A. الأي هنا شنو؟ مساحة السطحية اللي هي الR2 خلال R2 2 by R2 في الR إلى الفلويد الخارجي إلى الماء الثاني الخارجي. هنا شباب نقدر نعبر عنها بيو، تقدرون تكتبون لنا يو هنا شباب، شلون طلع الأوفر أوفر أول هيت ترانسفير كوفيشنت، هي مقلوب المقاومة الكلية، اليو مقلوب المقاومة الكلية، تقدرون تكتبوها. الآن إذا عندي أنا أكثر من جدار، أكثر من طبقة من جدار أسطواني، أكثر من طبقة لتنتقل إلها الحرارة بالتوصيل، عندي مثلا هنا ثلاث طبقات، إذن عندي انتقال حرارة بالحمل من داخل الأسطوانة من فلويد 1 إلى R1 السطح الأسطوانة الداخلي، ثم بالتوصيل من R1 إلى R2 هاي الطبقة الأولى، ومن R2 إلى R3 بالتوصيل خلال الطبقة الثانية، ومن R3 إلى R4 خلال الطبقة الثالثة، ومن R4 للخارج خلال convection خلال إلى الفلويد الثاني. إذن عندي ثلاث طبقات، عندي ثلاث مقاومات انتقال حرارة، ثلاث مقاومات للتوصيل ومقاومتين للحمل، داخل الحمل وخارجي حسب تي انفينيتي 2. إذن عندي خمس مقاومات من تي انفينيتي 1 بالحمل إلى T1، من T1 إلى T2 بالكوندكشن، من T2 إلى T3 خلال الطبقة الثانية بالكوندكشن، من T3 إلى T4 بالكوندكشن R1 و R2 و R3، ثم من T4 إلى الخارج بالكونفكشن إلى T ambient أو T infinity 2. نقدر نعبر عنها أيضا Q equal فرق في درجات الحرارة الأوفرال أوفرال على الـ R total،
الار توتال عندي خمس مقاومات مربوطة على التوالي، اذا ار توتال اكول ار كونفكشن 1 بلس ار كوندكشن 1 ار كوندكشن 2 ار كوندكشن 3 وار كونفكشن 2. كل واحدة لها قيمة، هاي قيمة الار كونفكشن 1، هاي هنا قلنا ان هذا معناها الاي مساحة العمودية انتقال الحرارة اللي هي 2 باي ار، هنا فقط هاي مساحة العمودية انتقال الحرارة بالنسبة للاسطوانة هي 2 باي ار 1 في الال، هاي المقاومة الحرارية بالتوصيل للاسطوانة الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، ثم انتقال حرارة بالحمل من السطح الجدار الخارجي إلى الماء الثاني، وهاي نأخذ هنا الـ R4 مساحة الخارجية، مساحة الخارجية مساحة انتقال الحرارة العمودي، مساحة العمودية عن انتقال الحرارة الخارجي R4. إذا كان عندي أكثر من طبق، أكثر من ثلاث طبقات أربع طبقات أي عدد من الطبقات، نقدر نقول دلتا تي أوفرال كيو هي دلتا تي أوفرال بين I و J، نأخذ بس البداية والنهاية، ثم عندي مجموع المقاومات الحرارية، عندي مقاومات حرارية 1 2 3 توازي توالي ماكو مشكلة، إذا توالي نجمعهن وإذا توازي حاصل ضربهن على مجموعهن، وأيضا نقدر نطلع درجات الحرارة البينية. ايضا هنا نفس اللي اخذناها نقدر نطلع بهالمعادلات، لانه الكيو نفسها تنتقل خلال الجدار، نقدر نطلع بواسطة المعادلات نقدر نطلع اي درجة حرارة مجهولة، اي درجة حرارة مجهولة قلنا نقسم على فقط المقاومة كيو دلتا تي مثلا بين واحد بين سراوندق اللي هو بين انفينيتي واحد ودرجة الحرارة الأولى، نأخذ فقط المقاومة الموجودة بس الكونفكشن 1، إذا بين 1 و 2 نأخذ بس الـ R1، إذا بين T infinity 1 و T2 نأخذ مقاومة 1 وكونفكشن 1 وهكذا. أيضا نقدر نطلع ذني بالمعادلات، قلنا إذا نريد نستخرج T2 بهذا الأسلوب نفس اللي حكينا بالمحاضرة اللي خاصة بالبلان وول، إذا عندنا جدار مستوي نفس الحكي هنا اللي ينطبق على السلندر نفسه ينطبق على السفير، نفس الأسلوب أيضا إذا عندنا كرة قطرها R1 وقطر الخارجي R2 وT1 وT2 نفس الشيء، وراح نطبق معادلة فورير ونكاملها، هنا فقط اللي راح يختلف عندنا بالنسبة للسفير عن السلندر هو قيمة المساحة، هناك 2 باي ار في الال، هنا 4 مساحة الكرة 4 باي ار سكوير، وهنا راح اكاملها هاي تصعد للمقام تصير ار اس ناقص 2، من اكاملها اجمع وياها 1 وقسم على الناتج راح يطلع لنا 1 على R1 1 على R2، وإذا هذا نفسه يتكامل KT1 T2، هاي التكامل هذا هنا يصير إذا صعدنا قلنا راح يصير R أس ناقص 2 نجمع وياه يصير ناقص 1 النزد يصير 1 فواحد على R وواحد على R2، واحنا من قسمنا هنا راح يبقى ماينس، وهذا هنا ماينس راح يصير هنا بلس، لان عندنا ماينس قسمنا عليه، وبالتالي ايضا نسوي مقارنه طلعنا الكيو
كون خلال السفير راح يطلع لنا 4 باي كي 1 على ار1 بلس 1 على ار2 وهي المقاومه للسفير. اذا المقاومه راح تساوي لنا ار2 ماينس ار1 على 4 باي حاصل ضربهن ار1 في الار2 في الكي. ها هي قيمه ال شوف المساحه هي اللي غيرت فقط المساحه غيرت فقط قيمه المقاومه غيرت فقط قيمه المقاومه. بنفس الكلام راح يروح اذا عندنا اكثر من طبقه. طبعا اذا عندنا هنا كونفكشن وطبقه وكونفكشن نفس الحكي راح يصير خلال مقاومات مربوطه بالتوالي للكونفكشن للكوندكشن خلال الكره والكونفكشن للفلويد الثاني. هنا قلنا بس قيمة المقاومة الكوندكشن راح تختلف وقيمة المساحة واحد على اي في ال h h ال h ال 1 عندنا ال a راح تختلف اللي هي قيمتها 4 باي r1 تربيع والخارجية راح تصير 4 باي r2 تربيع قطر الخارجي. وقيمة المقاومة خلال التوصيل خلال الكرة راح تختلف بس قيمة المقاومة راح تختلف خلال التكامل اللي شفناه بالتكامل. ليش اختلف؟ اختلفت المساحة المساحة العمودية على انتقال الحرارة هي اللي اختلفت. وإذا عدنا طبعا أكثر من طبقة نفس الشيء نفس الأسلوب الار توتال هي لأنه توالي مجموع المقاومات قيمة المقاومات قلنا راح يختلفن فقط قيمة المقاومات هن اللي راح يختلفن. وشكرا جزيلا وإن شاء الله أتمنى أن توفقون في هذه المحاضرة في قراءة هذه المحاضرة.